السلام عليكم. اليوم غنوجد معكم واحد طبق ديال السردين اللي بواحد النسيمه رائعه، وبغيت نشاركها معكم، وغادي نشوف معكم ايضا الاطباق المرافقه لها. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتروقكم. ندوزو للتفاصيل. نقولوا بسم الله. دونك عندي البلاطو اللي غادي يدخل في الفران، غنوجد فيه الحوت ديالي. اول حاجه غادي ناخذ، غادي نبدا بالاعشاب المنسمه. غادي ندير زعتر في القاع ديال البلا. غادي ناخذ اليازير، صدقوني هذا الحوت هذا السردين كيجي بواحد المذاق رائع، وفيه ساعة كيوجد، يعني ما كتعطلو فيه ما حتى شي حاجه. دونك انا خديت هذا اليازير، غناخذ شويه ديال الزعتر، ما كنديروا فيه لا زيت لا حتى شي حاجه. دونك كناخذوا ورق الرند، ورقة سيدنا موسى، يعني كنحاول حتى هي نفرقها في القاع ديال، انا غادي نقطعهم باش يجوني المذاق يجيني متوزع على البلا كامل. اوكي، دابا بقى لي غير الملحه هي كنديرها بواحد الكميه اللي تكون شويه، غنحاولها كاع البلا باش الحوت كله تكون فرش عليه الملحه وهاد العشوب. دونك راه واخا تشوفوا الملحه كثيره، لاننا الحوت ما كنحيدش ليه القشور ديالو، دونك كيبقى الملحه شغل تحتاني، سمحوا لي. دونك غناخذ الحوت، ها هو كما كتشوفوا بقشورو بمصارنو بكلشي ليه، كنحطو هكا، يعني كنحاول نخالف والفران يكون سخون. غادي نطيبو على درجه 250 درجه. اما الا كان الفران ديال الغاز كتجهدوا البوطه، لانه خصو يطيب فيه ساعه بهذا الشكل هكا. نبقاو غادي مستمرين حتى نستوي الحوت كامل اللي عندنا، وكنعاودو نرشوه بشويه الملحه. كيف ما كتعرفوا راه السمك غني، وبخصوص السردين غني 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 بزاف بالاوميغا 3. حاولوا تاكلوه جوج مرات حتى ثلاثه المرات في الاسبوع، ما تندموش عليه. دونك غتبقى لي هذه هنا، ونحاول ندفع هذا لانه شيط عندي شويه الحوت. غادي نجيبو هنا بالجناب، غادي نزيد واحده هنا وواحده اخرى هنا، نخلفهم هكا. غادي يبقاو لي جوجات اخرين، معليش. دونك هذا هو البلا ديالنا، نشلي لي يدي ونعاود نغبرها بالملحه. وعلى فكره العافيه خصها تكون من التحت ومن الفوق، يعني خصو يطيب لينا في نفس الوقت من التحت ومن الفوق، كما قلت لكم 250 درجه، والعافيه تكون مجهده. دونك صافي، ما بقى لي غير ندخلو الفران وغادي نشوفو كيفاش غادي يوجد. على فكره انا ما درتش دوك العشوب، داك الزعتر والياسير والزعتر ما درتهمش من الفوق، لان كيف ما كتعرفوا يعني الحراره غتكون عليهم من الفوق، نخافهم يتحرقوا ويبدلوا لي لوغو ديال الحوت. دونك لتحت راه اوتوماتيكمون ما يطلق ديك الميه ديالو اوتوماتيكمون، يعني دوك العشوب ما غاديش يتحرقوا ليا. باغ كونطخ الا درتهم من الفوق راكم عارفين، يعني العافيه مجهده عليه من الفوق، اكيد غادي يتحرقوا ليا. دونك انا كنفضل هذه الوصفه دائما كندير العشوبيين من التحت، كافيه انها تطلق لينا المذاق ديالهم. انا بالنسبه لي الحوت كتعجبني مع الفلفله حاره مقليه. دونك انا غادي ناخذ هي شويه الزيت، وغنحاول ندوز فيه واحد الفليفلات حارين، واوميم طون واحد الفليفله خضراء. انا كتعجبني ريحه الفلفله، واخا انا عارفه المقليات يعني ماشي صحيين، ولكن كتعجبني ريحه الفلفله. دونك انا فيما كيكون الحوت ضروري كندير واحد الفليفلات حارين، وكندير معهم واحد الفلفله ولا جوج، يعني كيشموا شويه الزيت بحال هكا، انا كنشم معاهم ديك ريحه القلي. وسلاده راه ضروريه، يعني سلاده راه ضروريه خصها تكون مرافقه في الحوت ديالنا. دونك انا غنبقى ندير لك الفليفلات اللي كيوجدوا ليا، غادي نحاول نغطي عليهم بعدا هو الاول باش كيطيبوا ليا. الحوت ديالي ها هو خرج من الفران، انا كما كتشوفوه ريحته كتشهي. انا نتمنىكم تجربوا هذا الطبق، لانه غني غني بزاف، وفي ساعة يوجد بواحد السرعه هائله. المهم انا الطبق كما قلت لكم شاركت معكم هذه الفكره، نتمنى انها تعجبكم. الفليفله ديالها هي طابت كما شفتوا، الشليضه ديالي وجدتها، وسلقت شويه البربار. دابا بغيت نشارك معكم واحد، هي ضروري خصنا نوازنوا الغذاء ديالنا. عندي هذا لي شو دو بروكسل، هذا انا غادي نطيبه بواحد الطريقه اللي في الطنجره ديال الضغط، كتجي زوينه وكتجي سريعه.
دونك انا غنحاول نقسمو على جوج باش ما ياخذش ليا الوقت. في 10 دقائق كيوجد ليا، كندير معاه واحد شويه الزيت، واحد طريف ديال الحامض، غير الجلده ديال الحامض. انا كنحتفظ دائما بالجلده في الثلاجه، كنسبقت وقلت لكم فاش كنستعمل العصير الحامض كنخلي الجلده عندي في واحد القريعه فيها الماء. دونك غنحاول نقطع هاد لي شو، وغادي ندير عليه داك الطريف، سمحوا لي داك الطريف ديال الحامض بليتو، شويه الزيت البلديه ورشيشه تاع الملح، كنسد عليه بلا ما بلا والو، كيوجد بسرعه وكيجي لذيذ. هذيك الطريف ديال الحامض كنديروه باش ينقص لينا شويه في الجهد ديال هو شويه، كيشتو هو مجهد شويه. دونك غادي ندير واحد طرونش هكا ديال الحامض، رشيشه ديال الملحه، ونتمنى ان الوصفات ديال اليوم يروقكم ونتلاقاو ان شاء الله. المهم دركني الوقت، راني غادي نوريكم كيفاش الاطباق النهائيه جات، التقديم ديالها ما داتنيش الوقت. الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. الاطباق النهائيه ديالنا كتجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، الحوت راه سبق وريته لكم. دونك هاد لي شو دو بروكسل هو كيجي رائع في المذاق ديالو ولا في كل شيء. الشلاضه ديالنا هي واجده، اطباق صيفيه 100%. والسمك راني ذقته جهائل هائل هائل بمعنى الكلمه. كنتمنى ان الوصفات اليوم الوصفات ديالي اليوم يعجبوكم. نتمنى نتلاقى معكم في وصفه قادمه ان شاء الله، وشكرا. ما تنساوش عفاكم تدعمونا باللايكات ديالكم وتابوناو عندنا في القناه.